مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اخر النهار. هنبتدي باهم الاخبار اللي موجوده معانا. النهارده الصبح يوم مهم جدا في مجلس النواب، لانه النهارده اول اجتماع للجنه الخاصه المشكله لدراسه بيان الحكومه الجديده. والحقيقه ان النهارده يعني كان المهتمين جدا او كان من على قوائم او اهم اللي اتناقش النهارده هي طبعا اكيد كل ما يخص الاقتصاد. حضر فيه اربع وزراء او ثلاث وزراء، لانه الوزير الرابع اكيد هيبقى موجود بشكل دائم لان هو اللي بيشكل التواصل ما بين الحكومه والمجلس، وهو الدكتور محمود فوزي وزير الشؤون النيابيه والقانونيه والتواصل السياسي. حضر ثلاث وزراء، دكتور أحمد كوجك وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. فإنه أول اجتماع يحصل للجنة في أن هي تتناقش مع الوزراء في الخطة بتاعتهم أن هي يكون أول اجتماع اقتصادي، يبقى على من أهم اهتمامات الحكومة الجديدة أكيد هي الاقتصاد والاهتمام بالاقتصاد وفي كل حاجة تخص الاقتصاد. وإحنا لو اتكلمنا عن الملف الاقتصادي في مصر هنلاقي أن إحنا مهم جدا بالنسبة لنا أن القطاع الخاص يتقدم بشكل كبير جدا ويبقى ليه دور كبير الفترة الجاية، وكمان الصناعة أن هي تتقدم ويكون ليها دور كبير جدا الفترة الجاية. محتاجين اقتصاديا ان احنا نقف على رجلينا وعارفين ايه هي نقط الضعف بتاعتنا وعارفين نقدر نقويها ازاي، ولكن المفروض ان يكون الناس اللي هتعمل كده او تكون قائمه على ده تكون فاهمه ده كويس قوي، يكون عندها اولويات. ولو احنا قلنا اهم اولويات عشان القطاع الخاص يرجع يقف على رجليه مره تانية، وعشان المستثمر المصري يقدر يبقى موجود بقوه في السوق المصري، هنقول ان احنا لازم نقضي على البيروقراطيه ولازم نقضي على الاوراق الكتير وان الحاجه ما بتمشيش بسرعه بالنسبه للناس، وان لازم كمان هو يقدر يكسب يستثمر فيكسب، ده في جميع المجالات. فالمستثمر المصري لما يبقى قاعد جوه بلده مرتاح وبيكسب والدنيا ماشيه كويس وما بيقابلش اي تعطيل في شغله، اكيد كمان ده هيكون مصدر جذب للمستثمر الاجنبي. فاحنا الاولويات بتاعتنا احنا عارفينها كويس جدا على فكره، هي فاضل بس آلية لتنفيذ هذه الاولويات. فهل عند الحكومه الجديده ان شاء الله ربنا يوفقهم ويكرمهم عندهم خطه للتنفيذ الكلام الجميل قوي اللي احنا بنسمعه كل يوم؟ لازم يكون في خطه للتنفيذ، عايزين بقى نشوف تنفيذ على ارض الواقع. الناس دي لو ابتدت تشتغل وابتدت تنفذ فعلا والناس اللي تحتهم ابتدوا يشتغلوا وابتدوا ينفذوا فعلا، هتلاقي الحياه بقت سهله ولذيذه وما بنتكلمش في وقت كتير. لكن المشكله ان احنا عندنا دايما قوانين جميله جدا وبتخدم على القطاع الخاص وبتخدم على الاستثمار وبتخدم على كل حاجه، ولكن مفيش اليه لتنفيذها. برضه بيبقى فيه عوائق كتير بتقابل اي رجل اعمال جاي يفتح بيزنس، مش هننكر حاجه زي كده. فخلينا نرجع لموضوعنا مره تانية، انه النهارده حصل اجتماعين في اللجنه اللي المفروض ان هي تناقش وتدرس وتراقب الخطه والبرنامج اللي حطاه الحكومه الجديده في جميع المجالات، وتشوف اذا كانت هي مقتنعه بالكلام ده ولا مش مقتنعه بيه عشان خاطر تدي او تمنح الثقه للحكومه الجديده. انا معايا دلوقتي نحاول نكلمه يا جماعة مرة تانية. فاحنا عايزين نعرف الحكومة الجديدة هل هي الخطة اللي هي حطاها، ومش هقول خطة للكلام الجميل اللي احنا بنسمعه كل يوم، لان احنا عارفين ايه هي الخطة على فكرة. لو جيت سألت اي واحد بيتفرج او متابع او واعي ودارس وقلت له تفتكر نعمل ايه عشان اقتصادنا يتحسن، ممكن يقولك احنا مشكلتنا دايما بتبقى في آلية التنفيذ. مشكلتنا دايما في الناس اللي بتنفذ، ان احنا بنلاقي اللي جاي يفتح مشروع او جاي يعمل حاجه كويسه بيلاقي عوائق كتير جدا واقفه قدامه. بيحصل مش هننكر، عايزين الكلام ده يتغير، نفسنا الكلام ده يتغير، نفسنا اي رجل اعمال مصري او طبيب مصري او اي حد جاي يفتح بيزنس جوه مصر، وبقول طبيب مصري لان احنا عندنا عيادات هايله ودكاتره هايلين، ما ده بيزنس برضه على فكره. فلما يجي يعمل حاجه جوه مصر يلاقي الدنيا متسهله ليه، ما يلاقيش عوائق كتير، ما يلاقيش في واعي مليون واحد واقف له بيقول له هات حته، اديني حته، بتعمل ايه بقى، تعالى كده وريني بتعمل ايه، ما تديني بقى ده بيحصل، هننكر بيحصل.
فاللجنة دي المفروض عليها ان هي تراقب وتدرس الخطة اللي حطاها الحكومة الجديدة لتنفيذ الكلام الجميل اللي احنا بنسمعه كل يوم. انا معايا دلوقتي على الهاتف النائب احمد مقلد، عضو اللجنة الخاصة المشكلة من اعضاء مجلس النواب لدراسة خطة الحكومة الجديدة. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. وأهلا بالسادة المشاهدين. طيب، لو قلت لنا النهاردة عن الاجتماع اللي حصل ما بين اللجنة وما بين الوزراء وعن الخطة الجديدة للحكومة، شايف الاجتماع ده حصل ازاي؟ يعني رؤيتك فيه ايه النهاردة؟ اتفضل. خليني اقول لحضرتك، النهارده كان على جدول اعمال اللجنه ملفين غايه في الاهميه. الملف الاول هو الحقائب الاقتصاديه او الحقيبه الاقتصاديه وما يتبعها من وزارات، ابتداء من وزاره الماليه والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والتجاره الداخليه، كلها ملفات كانت فتحت في اول يوم من اعمال اللجنه. الحقيقه ملف الاقتصاد، ليه ابتديتوا بالملف الاقتصادي يا فندم؟ الحقيقه ان ملف الاقتصاد ده يعتبر من اهم الملفات، لانه هو يعني عصب الحياه الاجتماعيه لكل المواطنين. ايوه. والنهارده ناقشنا هذا الملف بكل تفاصيله بشكل كبير مع الحكومه حول اليات العمل، سواء المعوقات المتعلقه بالاستثمار، الأمور المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية للحكومة في الفترة القادمة، كيفية وجود رقابة دورية على أعمال الحكومة من خلال التقارير اللي هيتم إرسالها من الحكومة بشكل دوري عن أداء العمل ليها خلال الفترة المقبلة، كل التفاصيل المتعلقة بتلك الملفات. وكانت الجلسة الثانية، أيوة أنا مع حضرتك، أنا لسه كنت بسألك ابتديتوا ليه بالملف الاقتصادي؟ أكيد بسبب أهميته، يعني الحقبة الوزارية الاقتصادية أعتقد إن هي كلها وزراء جدد. ما عدا طبعًا دكتور رانيا المشاط، ونضم لها كمان حاجة جديدة في الوزارة بتاعتها اللي هي التخطيط. فحضرتك أنا لسه كنت بتكلم دلوقتي وبقول إن إحنا عندنا قوانين هايلة وعندنا خطة رائعة، ولكن دايمًا بيبقى عندنا مشكلة في آلية تنفيذ القوانين أو الخطة اللي بتحصل. صح؟ عشان كده كنا يهمنا بشكل كبير واحنا بندرس برنامج الحكومه علشان يتم رفعه للجلسه العامه للمجلس وبالتبعيه الاجراءات الدستوريه المنصوص عليها في الماده 146 من الدستور، سواء بمنح الثقه او بخلافه من خلال الاجراءات اللي وضحتها الماده. لازم نتكلم فيها وندرس هذا الملف في ادق تفاصيله. وليه الملف الاقتصادي؟ زي ما انا قلت لحضرتك، الملف الاقتصادي هو عصب الحياه العامه لكل المصريين، وليه اثر بشكل كبير على البعد الاجتماعي والبعد الاستقرار وغيره من الابعاد الهامه جدا. طب ايه الجديد اللي حضرتك شفته يا فندم في الخطه؟ يعني ايه الجديد اللي ممكن يحصل ما كانش موجود قبل كده؟ النهارده الحقيقه كانت مكاشفه بشكل واضح جدا حوالين الاداء العام للحكومه. تمام. وده كان بيتم تداركه سواء من الوزراء الجدد حول آليات التنسيق، حول آليات رفع المعوقات وتذليلها بشكل مختلف في كل الاتجاهات. والحقيقة ده كله بيتم دراسته والتقرير بيه، لكن البت النهائي هو للجلسة العامة لمجلس النواب حسب التقرير اللي هيصدر عننا في ختام أعمال تلك اللجنة. طب والمعوقات دي يعني تتشال ازاي يا فندم؟ يعني احنا لما زي ما لا ده كل ملف طبعا على حده. ما انا فاهمه، بس لو احنا بنتكلم ان احنا مثلا دلوقتي لو هنتكلم عن الاستثمار، طب ما انت المستثمر اللي بيجي بيقابل معوقات كتير جدا، طب المعوقات دي ممكن تتشال ازاي؟ سواء المعوقات، سواء البنيه التشريعيه، سواء متعلق بالسياسات الماليه والسياسات النقديه، سواء متعلق ب الأداء العام لعملية الاستثمار والبنية التحتية، كل دي أمور بيتم مناقشتها على حدة، وخطة كل وزير بيتم تسليمها داخل البرنامج. تمام. واللجنة بتقوم بدراسة هذا الأمر علشان ترفع في النهاية تقريرها عن هذا الموضوع. طيب، يعني احنا هنتابع مع حضرتك برضو. طيب، مين الوزراء اللي هيحضروا بكرة إن شاء الله؟ في عدد طبعا من الوزراء هيحضروا بكرة. تمام. والنهارده هقول لحضرتك بالظبط البرنامج. اتفضل. يعني بكره ان شاء الله في الصناعه وقطاع الاعمال والانتاج الحربي،
تمام، ده في الاجتماع الاول. والاجتماع الثاني التنميه المحليه والاسكان والمرافق. احنا يعني منعقدين في اكثر من حقيبه في نفس التوقيت علشان وبدون انقطاع حتى ايام الجمعه والسبت والخميس وكذا. تمام، لحين اصدار التقرير دوت ان شاء الله في اسرع وقت. طيب في بعض الاراء بتقول ان لا ما تقولوش على الحكومه دي حكومه جديده وهي حكومه مستمره. حضرتك وجهه نظرك ايه؟ شايفها حكومه جديده وان شاء الله؟ لا ده ما فيهاش وجهه نظر، ده هي اجراءات دستوريه بحكومه جديده بتشكيل رؤيتك جديد. رؤيتك انا فاهمه الكلام ده كويس، رؤيتك احنا بتكلم رؤيتك، رؤيه حضرتك الرؤيه النهائيه هيتم تكوينها من خلال مقابله. يعني حضرتك شايف سياسات جديده فعلا يا فندم؟ في مجموعه من السياسات بتواكب الخطه الدوله العام، الخطه العامه للدوله 2030، لكن في النهايه ما تقدريش تطلعي دلوقتي نتيجه نهائيه قبل دراسه كل وزير لخطته والتقرير بهذا الامر، عشان ما يبقاش في مصادره على التقرير النهائي الصادر من اللجنه. انا بشكرك جدا النائب احمد مقلد عضو اللجنه الخاصه المشكله من اعضاء مجلس النواب، والله بنتمنى لكم التوفيق، احنا ما نتمناش حاجة أكتر من الدنيا تمشي كويس وإن الدنيا تتحسن اقتصاديا وفي مجال الاقتصاد، في مجال التعليم، في مجال الصحة، في أهم المجالات اللي بتكون هي العواميد لأي دولة عايزة تتقدم لقدام. بجانب المشاريع المهمة لازم كمان يكون عندنا تعليم قوي، ولازم كمان يكون عندنا صحة بتحترم المواطنين وبتقدم لهم خدمات صحية كويسة في مجال الصحة، وعايزين مجالات، كل المجالات تتقدم لقدام. وعشان المجالات تتقدم لقدام وعشان نبقى دولة متقدمة في جميع المجالات، احنا عندنا كام حاجة كده منها البيروقراطية لازم يبقى مش موجودين، لازم ضروري وضروري ويحصل في أسرع وقت. يعني الواحد في الفترة اللي فاتت دي من كمية الأحداث اللي حصلت بتبين قد إيه الأسلوب القديم اللي إحنا شغالين بيه والناس القديمة اللي إحنا مش عارفين نتخلص منهم، قد إيه بالتركة اللي إحنا وارثينها زي ما أنا دايما بقول، قد إيه إحنا عاملين لنا مشاكل لحد دلوقتي، وكل يوم بيبقى ليها مشاكل أكبر وتوابع أكبر. يعني ربنا يوفقكم ونتمنى لكم التوفيق، وهنفضل متابعين مع حضراتكم ونشوف الانجازات اللي ان شاء الله ربنا يوفقكم بيها. طيب اتكلمنا عن الحادثه اللي حصلت في حزب الوفد واللي حصلت في غرف واروقه حزب الوفد. طبعا الفيديوهات اللي انتشرت بشكل كبير لثلاثه من اعضاء في حزب الوفد قاعدين بيتكلموا بأريحية شديدة جدا عن بيع قطعة آثار، وحد من الثلاثة كان مصور فيديو وما نعرفش الفيديو ده اتسرب ليه لحد دلوقتي، هل لأن الشخص ده حب يفضحهم ولا لأن الشخص ده اختلف معاهم على الاسم بعد كده، وما نعرفش هل في فعلا كان في قطعة آثار ولا ده كان كلام بيتقال مثلا عشان يوقعوا بعض في الكلام وخلاص. مفيش أي معلومات حقيقية في ايد الواحد غير ان الفيديو كان واضح وصريح جدا ان هم بيتكلموا عن بيع قطعة آثار داخل حزب الوفد. اول امبارح كان معايا الاستاذ زياد الخياط سكرتير الهيئة الوفدية، امبارح كان معايا الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الاسبق، والحقيقة ان هم عبروا عن استيائهم الشديد من الحالة اللي وصل لها الحزب لحد دلوقتي، وكمان يعني ما كانوش مستائين فقط من اللي حصل من الحادثة اللي حصلت جوه حزب الوفد، ولكن مستائين من الحالة العامة اللي وصل لها حزب الوفد، سواء ان هم شايفين ان هو اداؤه السياسي سيء، او شايفين ان وضعه سيء، او ان الاعضاء اللي جوه ما يستاهلوش، او ويعبروا عن رايهم بشكل كبير جدا. حق الرد دايما مكفول ودايما بندي حق الرد، ففي احنا دلوقتي معانا حق الرد مع الاستاذ ياسر قورة عضو الهيئه العليا لحزب الوفد، حابب ان هو يرد على الكلام اللي اتقال في البرنامج. اتفضل يا فندم. استاذه اميره مساء الخير. مساء الخير الساده المشاهدين. طبعا حضرتك يعني احنا بقالنا يمكن 3 ايام الوفد في صداره المشهد وطبعا في كل الاخبار وفي المواقع، لكن هنا انا عايز اقول برضو ان احنا بنتكلم عن حزب الوفد، بنتكلم عن تاريخ، بنتكلم عن جزء كبير من تاريخ مصر الحديث، بنتكلم عن مواقف وطنيه، بنتكلم عن حزب الامه المصريه وحزب الوطنيه المصريه. فلما نيجي نتكلم عن الوفد لا ننصح به اشخاص اخطاوا، في خطا حصل من اشخاص وليس من الحزب. الحزب مؤسسه عريقه والوفد مؤسسه تاريخيه
وهي جزء من الكيان الاساسي السياسي المصري، فبالتالي هي عمود من اعمده الحياه الحزبيه والسياسيه في مصر. فعشان كده لازم افصل فصل الحياه، وده يمكن سبب اللي انا حبيت ان انا اتكلم مع حضرتك فيه ومع الساده المشاهدين، ان احنا لازم نعمل فصل ما بين حزب الوفد وتاريخه وما بين انه في اعضاء داخل حزب الوفد اخطاوا. لما بيجي اي عضو داخل كيان او مؤسسه يخطئ، ما بنقولش ان المؤسسه فاسده، لانه حضرتك بقى في سوابق كتير قوي على مستوى العالم وعلى مستوى الوزارات، يمكن عندنا احداث قريبا كان في شبكه فساد في وزاره التموين وقبلها في وزاره الزراعه. هل معنى كده لما بتقبض على حد بتهمه فساد، هل معنى كده ان الوزاره فاسده؟ هل معنى كده ان الوزير نفسه فاسد؟ لا، ما اقدرش اقول كده، لا ما اقدرش ان انا اربط ده بده، لكن خلينا نختزل الموضوع ونحطه في حجمه. حجم الموضوع ان في الاشخاص الاخطاء في لائحه في الحزب بتطبق، وده اللي حصل بالظبط، انه حصل تطبيق كامل طبقا للائحه الحزب، وحصل لجنه النظام اجتمعت، اجتمعت على مدار يومين، تحول الدكتور عبد السنه تحول الموضوع للجنه النظام، لجنه النظام طلبتهم للتحقيق امبارح ما حضروش، النهارده ما حضروش، فبالتالي اتخذت قرارها بفصلهم وتحويلهم للتحقيق للنيابه. وبالتالي لما انا احول للنيابه انا بقى انا ببعد هذا الكلام، انا ماليش علاقه بالتحقيقات بقى، النيابه هي. هل فعلا غرفه الهيئه العليا، لو انا يعني افتكرت اسمها بشكل صحيح، هل هي غرفه ما بينفعش اي حد يدخلها، او ان هي ليها يعني بالنسبه للوفدين مقدسه مش اي حد بيدخلها غير الهيئه طبعا العليا؟ طبعا دي غرفه دخلوا ازاي يا فندم؟ ويمكن امبارح الدكتور سيد قال لحضرتك ان دي غرفه لها تاريخ، طبعا تاريخ ما قبل ثوره 52 دخلوا ازاي؟ حديث دخلوا ازاي؟ دي يسال فيها الاداريين اللي مسؤولين عن الحزب. طيب خليني انا طبعا مع حضرتك ان لما يبقى في حد يعني يطلع مش كويس، مش معنى كده الناس كلها مش كويسه، ولكن برضو لما يبقى في رئيس قوي للحزب او معاه ناس شايفين شغلهم كويس بيجيبوا برضو يعني الناس لما بتروح مكان بتجيب الناس اللي هي تقدر تثق فيها، الناس المسؤوله. فوجود اشخاص في حزب عريق وتاريخ زي ما حضرتك بتقول في حزب الوفد يتكلموا في هذا الحديث المغزي ان هم بيتكلموا في بيع قطعه اثار، هل حضرتك شايف ان ده مش حدث كبير جدا؟ مش المفروض بس الثلاثه دول ان هم يتعاقبوا؟ لا، المفروض كمان يكون في سؤال، مين اللي جاب الثلاث اعضاء دول ومين كان مسؤول عنهم وازاي دخلوا الى الغرفه، غرفه اللي هي المقدسه، غرفه الهيئه العليا؟ يعني في تساؤلات كتير يا فندم. اعتقد ان هي مش بس الثلاث اعضاء هم اللي اخطاوا، لا يعني شكل الخطا اكبر من كده. لا، نفصل حضرتك، قلتي كذا نقطه مع بعض. النقطه الاولى انه في اعضاء اتكلموا في تجاره اثار، وهي تجاره محرمه وممنوعه قانونا ويعاقب عليها القانون. ان في اشخاص، داخل الكيان اتكلموا بالشكل اللي احنا شفناه في الفيديو ده عن تجاره اثار والكلامنا ده، لا علاقه له بالكيان السياسي والمؤسسه الحزبيه. ازاي يا لكن فندم؟ ده عباره طبعا يا فندم، هو الحزب النهارده هو الحزب داخل في تجاره اثار؟ لا طبعا، محدش قال كده. طب امال ايه حضرتك بتقول ازاي؟ بمعنى ايه؟ الاشخاص دول مش موجودين وسطكم يا فندم؟ هو لما حضرتك تبقي موجوده النهارده في اي مؤسسه وفيها ناس فاسدين او في ناس بتتكلم في شيء خارج القانون، هل معنى كده ان المؤسسه نفسها فاسده؟ لا النهارده المؤسسه انا في انا قلت الكلام ده في الاول، قلت اكيد لا، اكيد لا، ولكن مين هل مين الاشخاص اللي كانوا موجودين جوه؟ مين المناصب بتاعتهم؟ المؤسسه تحاسب الى لا اذا لم تتخذ قرارات صارمه ضد المخطئين، وده اللي حصل. احنا اتخذنا كافه الاجراءات اللي من اللي نستطيع ان احنا نعملها. احنا اكتر من فصلهم وتحويلهم الى النيابه، ده اخر اللي احنا نعمله، دي اخر صلاحياتنا. كنا هم مين اللي موجودين؟ الناس دي مش اعضاء حديثه في الحزب، اعضاء قديمه، بس انا ما اقدرش ان انا ما بخشش جوه نوايا وبجري ورا كل عضو موجود داخل الحزب. بس مش حضرتك يعني مش ده يدي شعور للناس ان في تسيب في الحزب؟ لا، ده مش تسيب. لما اتنين يتكلموا في موضوع، هل معنى كده ان في تسيب؟ لما دخلوا في اخطاء. بص حضرتك، في اخطاء في المرحله اللي فاتت، كان في اخطاء في المرحله في اللي عدم فاتت. خوف، في عدم رهبه من المكان اللي هم قاعدين فيه، بيتكلموا باريحيه شديده جدا. يعني الرهبه واحترام المكان يعاد
بتطبيق القانون وتطبيق اللائحه، يعني انت عارف ان مفيش حد فوق اللائحه، فوق لائحه الحزب وفوق دستور الوفد وفوق تاريخ الوفد، مفيش حد فوق اي. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني الدكتور السيد البدوي امبارح والاستاذ زياد الخياط اول امبارح قالوا لي انه الدكتور عبد السند يمامه يعني غير قادر على اداره وعلى رئاسه حزب الوفد، حضرتك حابب ترد على حاجه زي كده؟ طب انا استوقفني امبارح بس نقطه، اتفضل يا فندم. مع كل احترامي وحبي ليه وهو يعلم انا بحبه قد ايه، اتفضل، وحبه للوفديين كلهم والوفديين بيقدروه قد ايه. هو امبارح كان بيتكلم على فكره انه الدكتور سند حول الموضوع الى لجنه النظام ولم يقم بفصل الناس الموجودين في الفيديو في نفس اللحظه. طيب، وكان بنفس الوقت بيعيب عليه انه قبل كده كان عنده قرارات قبل كده طلعها دون اللجوء للائحه. طب اذا كنا احنا النهارده في مرحله استطعنا مع الدكتور عبد السند ان احنا نوصل الى نقطه التوافق انه فيما بعد المرحله الماضيه خلاص عملنا نقطه فاصله، وقلنا من بدايه من المرحله الجديده ان كل القرارات التي تصدر هتصدر لائحيه وطبقا للائحه ودستور الحزب. او ما انا اجي اقول هو ليه عمل الكلام ده المره دي مع انه كان متجاوز قبل كده؟ طب ما احنا كان في تجاوزات قبل كده، احنا قلنا خلاص التجاوزات انتهت وفي فتره تعديل وتحديث وتطهير لكل الاشخاص اللي كانت موجوده في مرحله ما كان لها بتاخد من الحزب ووجودها سلبي على الحزب، ان احنا دخلنا في مرحله جديده، مرحله بنغير فيها، يبقى لازم نبقى نساند بقى المرحله اللي جايه دي. كون ان في ناس اخطات، الكل شاف انه ما فيش تجاوز وما فيش اي حد لا طنش ولا عمل، بالعكس كانت القرارات لحظيه، لجنه اجتمعت ثاني يوم، القرارات اتخذت خلال 72 78. طب هل حد فيكم تواصل مع اي حد من الاعضاء اللي كانوا قاعدين بيتكلموا في الفيديو ده؟ حدش تواصل معهم ابدا؟ يعني سالهم؟ انا فاهمه، يعني في حد سالهم، في حد تواصل معاهم، يعني في اي مش من دورنا ان احنا نتواصل يا فندم، احنا في لجنه النظام تتواصل ان انا فاهمه، انا فاهمه والله، انا بتكلم يعني في حد تواصل معاهم بشكل ودي، فهم ايه اللي حصل، ايه اللي كان بيحصل، هل في فعلا قطعه اثار ولا لا؟ طب هل في بقى النيابه هنا هتخش تحقق بقى بما ان الموضوع كبير وده قطع اثار؟ يعني انتوا بتتكلموا في موضوع كبير جدا، يعني حضرتك ما عندكش يا فندم؟ انا مش هخش، اصل لما حضرتك تسالي اي حد، الواقعه اللي موجوده ان احنا كلنا شفنا فيديو مصور، لكن صورة. بس ما حدش فيكم بقى حاول يتواصل معاهم بعد كده؟ انا هقول لحضرتك، ما انا لما اجي اقول لك هتقولي لي النهارده هيبقى الحوار هيمشي في اتجاه، لا ما اصل الفيديو متركب، لا اصل الفيديو مش، انا ما اقدرش اخش في الحوار ده. ايوه لانه في جهات مختصه وفي هي اللي تقول رايها. يعني قصد حضرتك تقول ان ممكن يكون كان في اجابات ان لا ده مش لينا، ده متركب وحاجات كده. ايوه هنخش هنوصل الى حوار صفري، مش هيوصل، يعني نتيجه صفريه مش هتوصل لحاجه خالص. فبالتالي انا هسالك سؤال اخير، هل حضرتك راضي عن اداء حزب الوفد السياسي ووجوده في الحياه السياسيه المصريه دلوقتي؟ يعني بالطبع ان ما فيش حد راضي عن اداء الوفد في المرحله اللي فاتت، بس وانا اللي انا بوعد حضرتك بيه ان احنا المرحله اللي جايه فيها تغييرات كثيره جدا، سواء كان في السياسات او في التشكيلات او في الرؤيه، احنا شغالين بشكل كبير على المرحله دي، وده بالاتفاق مع الدكتور عبد السند ان المرحله اللي جايه فيها تغييرات كبيره، احنا داخلين على استحقاقات انتخابيه، ولازم الحزب يبقى جاهز للانتخابات اللي جايه، ولازم يبقى فيه كل مؤسسه داخل الحزب تقوم بدورها، وده اتفاق اتعمل ويمكن بدايته كانت اتطبقت من ساعه الالتزام باللائحه من الواقع اللي حصلت دلوقتي. فانا بقول لحضرتك ايوه احنا مش راضيين، ايوه في اخطاء، لكن احنا بنحاول نعدل الاخطاء دي عشان الحزب ياخد مكانه الطبيعي تاني ويرجع لمركزه ومكانه في المرحله اللي جايه اللي تليق بيه واللي تليق بثقه المصريين. استاذ ياسر قور عضو الهيئه العليا لحزب الوفد، انا بشكرك جدا على المداخله، كان ليك حق الرد وخدته. حزب الوفد حزب ليه تاريخ كبير جدا، ان حادثه زي دي تحصل داخل حزب الوفد ده يعني ماساه كبيره، والناس تزعل جدا على تاريخ حزب الوفد وعلى الناس العظماء اللي ترأسوا حزب الوفد قبل كده، فان يكون في ناس بالمواصفات دي دلوقتي حاجه اكيد يعني تزعل جامد، يعني حاجه تزعل جامد جدا. اداء الحزب السياسي اعتقد ان هو بيتغير مع تغيير الوجوه السياسيه وتغيير السياسات بشكل كبير جدا، فربنا يوفقكم. طيب، ده كان ملف وحق الرد. الملف اللي جاي اللي عندي بخصوص الناس اللي موجوده على السواحل. طيب دلوقتي احنا واحنا مسافرين على الساحل، اي حد طالع الساحل، اي حد طالع على طريق سفر، بيبقى عارفين احنا ماشيين على سرعه معينه، الطريق ده 90، الطريق ده 120، كلام جميل جدا وكلام رائع جدا. طيب
طبعا حضراتكم عارفين ان على طريق الساحل بتحصل في الصيف وفي الموسم والناس زحمه بتحصل حوادث كتير، دي حاجه احنا مش هنقدر ننكرها. وعارفين ان لو حد اتعدى السرعه السرعه المحدده للطريق سواء كانت 90 100 120 حسب بندفع غرامه، ده اللي احنا متعودين عليه. طيب الكلام ده هيتغير بعد كده. اللي هيتعدى السرعه المحدده للطرق على الساحل او على طريق السفر على طريق الساحلي هتتحول الى قضيه جنائيه لو بس عديت السرعه، يعني مش هتبقى غرامه وبتدفعها، لا هتتحول الى قضيه جنائيه لو بس عديت السرعه. خلي بالكم يا جماعه الكلام ده مهم جدا، ارجوكم خلي بالكم، لان مش عايزين يعني يبقى في قضيه وانت عشان عديت السرعه. يعني هو الموضوع ان هو يتحول قضيه جنائيه ان انا عديت السرعه، يعني اعتقد مش عارفه يا موضوع قاسي ولا لا، بس ممكن ينقذ حياه ناس كتير، مش هننكر حاجه زي كده، لان في حوادث كتير بتكون موجوده على الطريق الساحلي وفي ناس كتير بتموت على الطريق الساحلي. يعني احنا عندنا كل صيف بيبقى في نسبه وفيات على الطريق الساحلي، حوادث وعربيات بتتقلب، ربنا يحميكم ويحفظكم يعني، واطفال بتموت ورجاله بتموت وستات بتموت في العربيات والناس اللي بتعدي الطرق. ف يعني خلي بالكم لان الموضوع دلوقتي مش هيبقى ان انت بتدفع الغرامه، لا هيتحول لقضيه جنائيه لو بس عديت السرعه على الطرق الساحليه. ارجوكم خلي بالكم من فضلكم، الموضوع مش هزار. طيب عندي دلوقتي خبر ايجابي جدا، حقيقي خبر ايجابي جدا. شركه اني الايطاليه وهي شركه اكيد عملاقه بتعمل في مجال استخراج النفط والغاز، طبعا حضراتكم عارفين الشركه كويس. شركه بتقول انها هتواصل عمليه الحفر والاستكشافات من جديد بمنطقه حقل ظهر، كلام جميل، وده بعد ما سددت الحكومة المصرية $1,300,000 كدفعة جديدة من مستحقات شركة النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد في نهاية شهر يونيو اللي فات. وقالت الشركة إنها بتعتزم حفر بئرين جداد في حقل ظهر بالبحر المتوسط باستثمارات $160 مليون في النصف الثاني من العام الجاي. تمام؟ الكلام ده كلام جميل جدا. مصدر كمان في الشركة قال إنها حاليا في مرحلة تقييم لعمليات البحث والتنمية لمنطقة امتياز ودي شروق بمنطقة بتقع في حقل ظهر. كلام جميل جدا وكلام هايل جدا وكلام إيجابي جدا. وزي ما اتكلمنا قبل كده عن حقل ظهر وقلنا إنه في مشاكل، لما في حاجة جديدة إيجابية بتحصل في حقل ظهر لازم برضو إن احنا نقولها. أعتقد لو المشكلة في حقل ظهر اتحلت وفعلا الشركة، وهي شركة يعني إني الإيطالية دي شركة كبيرة وعملاقة وليها اسم كبير جدا وعندها مصداقية كبيرة، فما هي تقول كلام زي ده وتطلع بيان بكلام زي ده وإن يبقى في بيرين جداد وفي غاز جديد هيطلع، دي حاجة إيجابية لينا بشكل كبير جدا. نتمنى الأخطاء اللي وقعوا فيها ما يقعوش فيها تاني، ونتمنى الحقل ظهر يشتغل لأن هو ده هيكون مصدر غاز موجود في مصر كبير جدا وهيحل لنا مشاكل كتيرة جدا. فزي ما قلنا السلبي قلنا كمان حاجة إيجابية حصلت. هنكمل معاكم باقي أخبارنا ولكن بعد الفاصل، استنونا. يعني أكيد حضراتكم متابعين اللي بيحصل في غزة واللي بيحصل حوالينا، مع ان في وفد رباعي موجود في الدوحة ما بين مصر واسرائيل وقطر وامريكا عشان يحصل هدنة ويحصل وقف لاطلاق النار، الا ان في استهداف برضو طول الوقت ومجازر بتحصل، والمجازر والاستهداف والضرب للأسف الشديد ما بيحصلش غير للمدنيين العزل لحد دلوقتي. ولحد دلوقتي الناس في غزة وفي قطاع غزة وفي رفح الناس ما عندهاش لا ميه كويسه تشربها ولا عندهم اكل كويس ياكلوه ولا عندهم علاج يتعالجوا بيه. مأساة انسانيه حقيقيه بتحصل في غزه والعالم كله لسه لحد دلوقتي واقف بيتفرج. ولكن على الصعيد الاخر في حاجات كمان تانيه بتحصل
معرفش حضراتكم اكيد برضو متابعينها. على الصعيد الاخر اسرائيل بتنهار، ده حقيقي، الكيان ده بينهار، الجنود رافضه انها تتجند، الناس بتهاجر هجرة عكسية بشكل كبير جدا، الجنود بيهددوا انه لو اجبرتونا على اننا نتجند او نكون موجودين احنا هنهاجر خالص هنمشي، وده طبيعي لان كل واحد فيهم عنده باسبور تاني، الباسبور اللي هو اصلا جاي بيه البلد، جاي بيه فلسطين لان هو اساسا جاي من بلد تانية، فجاي بباسبور تاني، محدش من اهل البلد يعني، فطبيعي ان هو يقول لك لا طب وانا اموت ليه، ما انا اروح البلد اللي انا جيت منها، ده شيء طبيعي جدا. ففي هجرة عكسية في إسرائيل، في اقتصاد بينهار في إسرائيل، في تهديد كبير على الكيان الصهيوني من حزب الله، وتهديد حقيقي موجود على أرض الواقع، في حزب الله بيضرب وعارف يوصل لمناطق مهمة وعارف يصور مناطق مهمة وبيشكل تهديد كبير جدا للكيان الصهيوني. ولكن في سؤال، هل الكيان الصهيوني هيقدر يتعايش ويتحمل اللي هو شافه، الخطر اللي موجود ممكن يكون موجود من حزب الله لانه خطر كبير، الاماكن اللي هو قدر يصورها وقدر يوصل لها، السلاح بتاعه اللي قادر يوصله لحد النقاط المهمه دي، هل هو هيعرف يعيش كده عادي ولا هيحس انه على طول في خطر من الناحيه دي فلازم اقضي على الناحيه دي؟ هرجع اقول برضو حاجه تانية، احنا داخلين دلوقتي في الشهر العاشر، احنا في الشهر العاشر من الحرب، والجيش الكيان الصهيوني الذي لا يقهر والجيش الأقوى في المنطقة ومش عارف إيه والكلام البلح اللي بيتقال ده، عفوا على اللفظ يعني، ده كلام مش حقيقي. انتوا بقالكم 10 شهور ما قدرتوش تقضوا على حماس، بل بالعكس لحد دلوقتي حماس وكتائب القسام بتوريكم النار بعيونكم في غزة، يعني لحد دلوقتي بتتضربوا، لحد دلوقتي بتتفجروا، ولحد دلوقتي في خطة حماس ماشي عليها، وفي خطة القسام ماشيين عليها، والمقاومة ماشية عليها. فانتوا بقالكم 10 شهور ما قدرتوش تقضوا على المقاومة، هتحاربوا جيوش كاملة؟ يعني كلام مش منطقي. تعالوا نعرف ايه الجديد وايه اللي بيحصل معايا دلوقتي. استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس ايمن الرقب، اهلا وسهلا يا فندم. تحية الأخت الكريمة وكل سادة والسادة المشاهدين متابعينك الكرام. طيب دايما بنتكلم عندنا للأسف الشديد على مدى قوة الكيان الصهيوني وعلى هو قادر يوصل لحد إيه وإيه مكتسباته، ولكن أنا دلوقتي الحقيقة عايزة أتكلم على إيه مكتسباتنا إحنا، إيه مكتسبات اللي حصلت للمقاومة وليه الشعب الفلسطيني بعد اللي بيحصل ده. يعني وانا هنا ادخل في الشهر العاشر بالتاكيد، اولا طبعا انت في المقدمه تحدثت عن هذا الجيش اللي كان يصنف نفسه انه جيش لا يقهر بوصفه هو، اكتشف ان فصيل فلسطيني واحد يركعه بعد 10 شهور، صحيح نحن ندفع ثمن كبير جدا بعدد شهداء اليوم طبعا مقترب من 38500 شهيد جلهم من النساء والاطفال، ولكن لم يحقق هدفه، لم يصل الى اسراه، لم يصل الى قياده المقاومه، وهذا اكبر طبعا هزيمه له، خاصه انه نحن لا نحارب جيش الاحتلال لوحده، يعني طائرات التجسس الامريكيه والبريطانيه عملت على مدار شهور ولم تتمكن من جمع معلومات عن طبعا جنود الاحتلال واسراه وحتى عن قيادات المقاومه، العمليات التي نفذوها عمليات محدوده كانت في اطلاق سراح او تحرير 4 أسرى في منطقة مخيم النصيرات بعملية معقدة كادت أن تفشل، وفي محاولة سابقة في رفح، وبالتالي دون ذلك محاولات فاشلة، والجنود والضباط الإسرائيليين الذين هم في الأنفاق العميقة لن يستطيعوا الوصول إليها وهم يعلمون ذلك جيدا. يمكن لو تحدثنا على حجم طبعا الإنجازات الفلسطينية، نحن نقيس الأمر بحجم تضحياتنا، لا حجم تضحياتنا كبير جدا، نحن نتحدث كما أشرت أختي الكريمة على عدد شهداء ضخم جدا قدمناه خلال هذه الحرب، وبالعاده نحن نقول نحن اهم سلاح وذخيره لنا هو هذا الانسان الفلسطيني، لكن لا سبيل لدينا للاسف الا ان نصمد ونتحمل، وعسى ان تتغير الامور بشكل او باخر، خاصه نحن ندرك ان هذا الجيش اللي كان يصنف نفسه انه جيش لا يقهر حتى الان لم يحقق اهدافه التي تحدث عنها، لم يحقق شيء، ونحن الان نحدث متغيرات في العالم، يعني الانتخابات الفرنسية والبريطانية أكبر نموذج مزبوط. هذا المتغير ما كاد ليحدث لولا الحرب على غزة، وما كاد اليسار إلى أن يعود إلى حزب العمال في بريطانيا واليسار في فرنسا. بالضبط، نحن لا حتى الآن غير متفائلين أنه قد يفعل شيء، ولكن بالتأكيد هذا متغير مهم جدا
حدث نتيجة الحرب. ده متغير ما كانش هيحصل لولا الحرب، ما كانش بالضبط. هيحصل لولا اللي حصل، ما كانش ممكن حاجة تتغير بالشكل ده. طيب ده في بريطانيا وفرنسا. لو جينا نتكلم في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، هل هي مجبرة إن هي تغير سياستها مع الشرق الأوسط بعد الحرب وبعد صورتها اللي تشوهت بجانب صورة إسرائيل؟ بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أهم راعي للاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أنها هي التي مولت إسرائيل الصاروخ الذي استخدم بالأمس بالزبط. في قصف مدرسة في عدسان، وصاروخ طبعا BUG-39 هو من الصواريخ الذكية التي استهدف بها أطفال. وكان مشهد مصادفة أحد اللاعبين كان يصور ماتش أو مباراة بين أطفال في هذه المدرسة تم قصفهم، وبالتالي هذه أكبر نموذج. لكن الآن ننظر إلى الانتخابات أختي الكريمة، بين السيء والأسوأ، بين صح. بايدن وترامب، الاثنين سيئين ولكن واحد أسوأ وواحد سيء واحد أسوأ. هل هذا المتغير سيحدث حالة كبيرة جدا بالانتخابات؟ يعني إذا جاء ترامب هو أسوأ وإذا جاء بايدن هو سيء، مطلوب الأمريكان بالفعل أن يقودوا ذلك. لكن أنا أعتقد أن من يحكم أمريكا هي للأسف الشديد الصهيونية العربية، ليس هؤلاء الذين يأتون في الحكومة. نتنياهو طبعا هو سيغير استراتيجيته في هذا الأمر بعد أن يزور في 24 الشهر الجاري واشنطن، ويلتقي مع ترامب، مع بايدن، يلتقي مع الجالية اليهودية، منظمة الإباك وغيرها من المنظمات اليهودية الحاكمة وصاحبة القرار في داخل الولايات المتحدة. طيب تعتقد أن ممكن الحرب تخلص إمتى بما أن هي عمالة بتوسع؟ واعتقد ان الكيان ما يقدرش ان هو يستمر في حرب اكتر من كده. خلاص يعني هو بينهار داخليا، برضو خلينا نقول ان هو بينهار داخليا بشكل كبير، فممكن الحرب يعني تنتهي امتى؟ يعني دولة الاحتلال بتاريخها لم تخوض حرب على مدة على مدار 10 شهور، وهذه لأول مرة بتاريخها تخوض هذه الحرب الطويلة. عندما نتحدث على ان هذه الحرب قد تنتهي، لسنا طبعا نمتلك مفاتيح نهايتها، نحن نريد نهايتها الان بصراحة قبل غد، لأن الثمن دم في غزة والثمن شهداء يرتقون يوميا. لكن أنا أعتقد أن إذا قرر الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف هذا الحرب، فبالإمكان إيقاف وضغط على الاحتلال الإسرائيلي رغم ما تمتلكه الاحتلال الإسرائيلي من أدوات للضغط. أنا أعتقد بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، نحن أمامنا أقل تقدير عدة شهور لهذه الحرب. الحرب لن تنتهي قبل مطلع العام القادم للأسف الشديد، ونتنياهو الذي يريد لهذه الحرب أن تستمر، تنتهي فترة حكمه في نوفمبر عام 2026، وهو لا يريد أن تنتهي هذه الحرب قبل ضمان بقاء في الحكم. خاصة أن اليوم إصدار رأي نشرته معاريف، 51% من أعضاء حزب الليكود يروا بأن نتنياهو يجب أن يتنحى بعد أن تضع الحرب أوزارها. إذا نتنياهو مستمر في هذه الحرب، لأن البديل هو تنحيته عن الحكم حتى داخل حزب الليكود أو حزب نتنياهو أصلا. أيوة. وهذا الحزب الأقوى، وليس حزب نتنياهو مجرد أنه حزب نتنياهو، هذا الحزب صنعه نتنياهو بعد أن ترقوا شارون عام 2004، بتالي الأمور لن تكون بهذه السهولة. أي لكن لو الحرب استمرت أكتر من كده، مش ده هيبقى تهديد على وجود الكيان نفسه؟ للأسف الشديد اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي أختي الكريمة لم ينهار حتى الآن. يعني الدولة تخوض حرب على مدار 10 شهور لم ينهار اقتصادها، هذا مدلول خطير. ما انهارش لكن بيعاني بشدة. يعاني، ما هو التقديرات تقول من كمحللين اقتصاديين أن، وهذا كانت تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، قالت أننا بعد أن تضع الحرب أوزارها سيكون علينا ديون كبيرة جدا ستجعل الاقتصاد الإسرائيلي في مهب الريح. لكن حتى الآن لماذا لم يتأثر العملة المحلية الإسرائيلية؟ لأن هناك قوة اقتصادية كبرى تدعم هذا الاحتلال، هل هي منظمة الإباك، هل هي الصهيونية العالمية، هل هي الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالتأكيد كل هذه أدوات تدعم الاحتلال ولا تسمح بانهياره. كما أشرنا أن نحن نتحدث عن دولة نووية تبيع منظومتها الأمنية لدول كثيرة في العالم وأسلحتها تنهار أمام تصيير فلسطيني، فكيف لو خاضت حرب مع دولة تمتلك أسلحة تقابل أسلحتها؟ لكانت الأمور مختلفة. والجندي هذا الأمريكي، الجندي الإسرائيلي عفوا، ليس هذا الجندي الذي أنشأ دولة الاحتلال قبل أكثر من 76 عاما، هذا جندي مرفه، جندي يختلف بشكل كامل، حتى فقط هو الجيش النظامي، القوام 172 ألف ولا الذين لديهم طبعا مقدرة عالية، لكن الاحتياط ويأتي ويذهب، وبالتالي ليس لديهم مقدرة على الصمود أكثر في هذه الحرب، وجزء منهم استدعي 3 مرات في هذه الحرب، والآن هم يجندوا 50 ألف للحرب على جنوب لبنان. الأمر لن يكون بهذه السهولة. بس هم بالضبط، هم أنا المعلومات بتقول يعني، وهم الصحف عندهم بيقولون الناس راح تتجند،
يعني عندهم مشكله في التجنيد دلوقتي، التجنيد الاجباري خلاص الناس رافضه التجنيد الاجباري. طب لو اتكلمنا عن الموقف الايراني من الحرب دلوقتي، يعني انا اعتقد ان ايران براغماتيه تحسب مصالحها بشكل جيد. ايران لن تخوض حرب بشكل مباشر مع الاحتلال الاسرائيلي، هي تستخدم ادواتها بشكل مطلق. الاحتلال اذا قرر مهاجمه جنوب لبنان الامور ستختلف، ولكن ازاي؟ انا لا اعتقد ان ايران ستدخل في الحرب، ولكن ستكون هناك الدعم المطلق لحزب الله وطبعا للمقاومه العراقيه والمقاومه اليمنيه لتنفيذ عمليه اكثر ايلاما للاحتلال، وهذا متغير مهم جدا سيفتح المنطقه على مزيدا من الصراع بشكل اكبر. يمكن من شاهد الفيديوهات التي نشرها حزب الله الهدهد 1 والهدهد 2 والاخطر ما سيكون الهدهد 3، أيوة. وتصوير هذه المواقع بهذه الحساسيه لا هذا له مدلولات كبيره ومهمه. بس انا اعتقد بعد تصوير المناطق دي وبعد ما عرضوها، انا اعتقد ان اسرائيل لا يمكن تعيش جنب التهديد ده بسهوله. بالضبط بالضبط، واقع دولة الاحتلال بعد هذه الحرب لن تكون كما كانت قبل 7 اكتوبر بالتاكيد. السماح حتى الان حتى بالمنطق، يعني عودة الاسرائيليين الذين نزحوا من الشمال فلسطين الى العمق لن يعودوا بكل سهولة الى مناطق الشمال وهي جنوب احتكاك مع جنوب لبنان، وحزب الله لن يفرض عليه ان يعود او يتقهقر الى وراء الى نهر الليطاني قرابه طبعا اكثر من 15 كيلو الى الخلف، هذا لن يكون، وبالتالي الامور ستحتاج الى تسويات سياسيه كبيره. الاحتلال غير جاهز لذلك والامريكان غير جاهزين لذلك، وبالتالي الامور ستفتح على حرب واسعه. هذه الحرب اذا فتحت مع حزب الله لن تكون مثل حرب 2006، هذه الحرب سيتالم بها الاحتلال كثيرا، وانا اعتقد اذا فتح هذه الحرب ستفرض عليه في المدى البعيد حل سياسي، لن تكون دولة الاحتلال على حدودها الحالية. هتتغير الحدود بالتأكيد، ستتغير الحدود إن كانت على حدود دولة على قيام الدولة الفلسطينية. يعني دايما احنا بنقول ان الحدث الاكبر اللي حصل في 7 اكتوبر وطوفان الاقصى اللي حصل في 7 اكتوبر هيعمل اختلافات جذرية كبيرة جدا، والواحد دايما بيشوف او بيعتقد او بيشوف المحللين كمان دايما بيقولوا كده ان هذه هي بداية النهاية. بالضبط بالضبط، نحن نعتقد انها بدايه النهايه، لكن بالتاكيد اي نهايه تحتاج مفاعيل، المفاعيل العامه غير موجوده بصراحه حتى الان الا مقاومات محدوده، لكن اذا انفجرت الحرب مع جنوب لبنان اعتقد الامور لن تكون سهله، وليس شرق اوسط جديد كما كانت تدعي. لا مش سهله، لان هم ما قدروش على حماس في 10 شهور، هيقدروا على الباقي في قد ايه؟ الموضوع صعب. بالضبط. بشكرك جدا بشكرك جدا استاذ العلوم السياسيه بجامعه القدس ايمن الرقب، بشكرك جدا على المداخله. خلصت ملفاتنا النهاردة، ان شاء الله الزميل تامر امين هيرجع من اجازته السبت القادم وانا اخد اجازة وارجع لكم ان شاء الله قريبا جدا، هتوحشوني جدا وهرجع لكم ان شاء الله مرة تانية. كنت معكم النهاردة في اخر النهار اميرة بدر، سلام.